بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الآية الكريمة فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه الأمة وسط، ومعنى وسط أي أنهم خيار عدول، فهذا معنى الوسطية كما فسرها بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خيار وهم عدول، ولأنهم يشهدون على الأمم بأنهم قد بلغتهم أنبياؤهم، والشهادة يشترط لها العدالة، فهم عدول خيار، وهذا تكريم لهذه الأمة وفضيلة من فضائل هذه الأمة التي كرمها الله تبارك وتعالى بها. وفضائل هذه الأمة كثيرة، فهي أفضل الأمم ونبيها أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم تتممون 70 أمة، أنتم خيرها وأعدلها. أنتم تتممون 70 أمة، أنتم خيرها وأعدلها. ولهذا أول من يحاسب يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر أهل الجنة، فهم نصف أهل الجنة. وهذه كلها فضائل من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمم الكافرة تجحد بلاغ أنبيائهم يوم القيامة ويقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله عز وجل: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمة محمد تشهد بالبلاغ على شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وكان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. والأنبياء معصومون في البلاغ، وقد بلغوا البلاغ المبين وبينوا لأممهم
كل ما أرسلهم الله تعالى به إلى أممهم، وأمة محمد هي التي تشهد على ذلك. لكن هذه الخيرية بما استحقتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو أولاً فضلاً من الله عز وجل، الأمر الثاني لما تتميز به أمة محمد، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الخيرية وهذه الفضيلة لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحقيقهم للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فلذلك نالت هذه الخيرية. والمعروف هو كل ما أمر الله عز وجل به فهو معروف، ورأس المعروف توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، وكل منكر وكل ما نهى الله عز وجل عنه فهو منكر، ورأس المنكر الشرك بالله عز وجل. فلذلك هذه الأمة نالت هذه الخيرية بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ليس خاص بأمرهم بالمعروف للمسلمين ونهيهم عن المنكر، بل هم خير الأمم للناس كافة، فإنهم كما أخبر الرسول بذلك: أنتم خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل ويدخلون في الإسلام. ومعنى تأتون بهم في السلاسل أي أن المسلمين عندما يجاهدون الكفار ويدعونهم إلى الله عز وجل فإنهم يأتون بكثير منهم أسرى مقيدين بالسلاسل، ثم إذا جاء الأسرى ورأوا عدل الإسلام فإنهم يدخلون في الإسلام. فكانت أمة محمد خير الأمم إذ تأتي بالكافرين في السلاسل، والعاقبة حميدة لهم، فإن أكثر من تأتي بهم يؤتى بهم في السلاسل فإنهم يدخلون في الإسلام. هذه خيرية أمة محمد، وتؤمنون بالله لأنهم يؤمنون بكل ما جاء به الأنبياء ويؤمنون بالدين الخاتم، فكان إيمانهم أشمل من إيمان غيرهم، فإنه قد شمل كل الدين، فإن الدين قد اكتمل في أمة محمد، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم يؤمنون بكل ما جاء في القرآن والسنة، فبهذا الإيمان العميق فإنهم ينالون هذه الخيرية وينالون هذه الوسطية. والحديث عن الوسطية والاعتدال في هذه الأزمنة في غاية الأهمية، وذلك لكثرة الانحرافات عن الوسطية وكثرة الانحرافات عن الاعتدال. والمنجاة من هذه الانحرافات هو التمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة. فهو العصمة من الضلال، فمن أراد الوسطية فعليه أن يتمسك بالكتاب والسنة. وليس الوسطية مجرد شعار يرفع ولا دعوات تقال، فإن كثيراً من الناس يظن أن الوسطية ما هو عليه هو، ويتهم غيره بالانحراف ويظن أنه هو على الوسط، حتى وجد من الذين لا يصلون من يدعو للوسطية وهو لا يصلي ويدعو للوسطية، وذلك لأنه يظن أن الوسطية تعني التخلي عن الالتزام بالإسلام،
وهو يريد أن يتحلل من أمر الشرع، ولذلك يرفع هذا الشعار مجرد رفع شعار. والوسطية الحقة هي ما مثل على مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه هي الفرقة الناجية، وهي الطائفة المنصورة الذي يكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا المنهج الصحيح للوسطية والاعتدال، أن يكون الإنسان سائر على أن يكون الإنسان سائرا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، لأنه بين أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه وصلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة المفضلة هي التي قامت بالإسلام وقامت بالجهاد ونشرت دين الله عز وجل شرقاً وغرباً، وأدخلت كثير من أمم الكفر في الإسلام بسبب جهادها وبسبب تعاملها وبسبب سلوكها. فإنهم حببوا الناس، حببوا الإسلام إلى الناس، فدخل الناس في دين الله أفواجاً. فالوسطية هذه هي الوسطية الحقة، وليس الوسطية هو التنازل عن شيء من ثوابت الدين، ليس الوسطية هو أن يتفلت الناس من أحكام دين الله عز وجل، ليس الوسطية أن يبتدع المبتدعون في دين الله عز وجل ويقولون هذه هي الوسطية. وإنما الوسطية كما ظهر لكم وهم العدول الخيار، وخيار الناس هم أهل القرون الثلاثة المفضلة، وهم عدول لأنهم يشهدون على بقية الأمم، والشهادة تقتضي العدالة. ولهذا فإننا مأمورون أن نحتفي بهذه الوسطية، وأن نفهم هذه الوسطية، وأن نكون عليها، وأن ندعو لها، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الانحرافات. فإن الناس في هذا الزمن بين إفراط وتفريط، وبين غلو وجفاء، فعلينا أن ندعو الناس إلى الدين الحق الذي هو في الكتاب والسنة، ولا نتابع أهل الجفاء ولا نتابع أهل الغلو والإفراط. فإن الغلو شر على الأمة، وإن التفريط شر على الأمة. ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو، وقال: وإياكم والغلو. والغلو مذموم في الأقوال وفي الأفعال، والغلو هو مجاوزة الحد، أن يتعدى العبد الحد الذي حده الله تبارك وتعالى، حتى وإن كانت نيته حسنة، حتى وإن كان يريد الخير. ولهذا قال الصحابة: لو أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مضعون بالتبتل لاختصينا. وهم يريدون بذلك أن بعض الصحابة سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، وقالوا: لكن الرسول ليس مثلنا، وإنما غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم. يريد بذلك أن يخفف من شهوته حتى لا يحتاج أن يتزوج. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فبلغ خبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاهم،
وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما إني أخشاكم لله، يعني هو يسير على منهج مستقيم وطريق واضح، أما أني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وأنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن هذا الدين جاء بالاعتدال، هذا الدين جاء بالاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم ومر على مزدلفة وأمر بعض الصحابة أن يلقط له حصى يرمي به الجمرات، فأعطاه حصى مثل الحمص، مثل حب الخذ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، يعني لا تغلون فيأتي أحدكم بحجر كبير ويرمي به، وإنما بمثل هذا. فهذا شرع محدد لا يجوز لك أن تتجاوزه، ولو كانت النية حسنة ولو كنت تريد الخير، لا بد أن تلتزم بالسنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن لبدنك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، يعني ضيوفك، فأعطي كل ذي حق حقه، يعني أعط بدنك حقه، وأعط ضيوفك حقهم، وأعط أهل حقهم، واعبد الله كما شرع الله عز وجل. فهذا معنى الوسطية، الوسطية أن تسير على السنة، فإنه لا أفضل من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءت الانحرافات مبكرة حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من أوائل الانحرافات انحراف الخوارج، وكان أساس الخوارج قد اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في قسمته يتحرى مصلحة الإسلام وما فيه مصلحة للإسلام، فكان يعطي بعض زعماء القبائل أكثر مما يعطي المهاجرين والأنصار، وذلك لتأليف قلوبهم على الإسلام وللتأثير على أقوامهم في الدخول للإسلام. فاعترض عليه رجل غائر العينين وقال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا والعياذ بالله تخوين للرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل. انظروا إلى هذا الذي يستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهمه في نيته ويأمره بالعدل. فصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى وقال ويحك، ومن أعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمنه على وحيه، وأنتم لا تأمنونه على أن يقسم الغنائم. ولهذا أراد عمر أن يضرب عنقه وقال دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم دعه، فإنه يخرج من ضيض هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامهم عند صيامكم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومعنى ذلك أنهم كانوا يجتهدون في العبادة وكانوا يجتهدون في الصيام والصلاة، ولكنهم يمرقون من الدين، فهم الذين خرجوا من ضيض هذا الرجل. وهذه الفرقة هي فرقة الخوارج المعروفة التي خرجت في أواخر زمن عثمان وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عن الخلفاء الراشدين، فإنهم كفروا علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة الذين كانوا في زمنهم بشبه ومتشابهات يستدلون بها، وقالوا لهم أنتم كفرتم
وغفلوا عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شهد لعلي بالجنة، وشهد له بأن الله يحبه، ولو كانوا يعتمدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما غفلوا عن هذه السنن. وهذه السنن موجودة عند الصحابة، ولكنهم يبطلون هذه السنن، يبطلونها بما بظواهر زعموا أنها ظواهر القرآن، ولم يلتفتوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، وناظرهم وبين لهم الخطأ الذي هم عليه، وبين لهم أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وإنما هو على ذنب عظيم، وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله عز وجل له، وإن شاء عذبه على ذنبه، لكنه لا يكفر. وبين لهم أنهم قد أخطأوا في هذا التكفير، وناقشهم فرجع منهم خلق كثير. وهذا يدل على أن أهل الانحراف ينبغي أن يدعوا دعوة صحيحة إلى الكتاب والسنة، ويبين لهم ما عندهم من أخطاء وانحرافات، ويقبل منهم ما جاءوا به من حق، يقبل منهم ما جاءوا به من حق، ويرد منهم ما جاء من باطل. فإن الحق يقبل ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به. ولهذا لما كان أبو هريرة رضي الله عنه يحرس تمرا وهو من تمر الصدقة، يجمع هذا التمر ويكون في بيت مال المسلمين ويعطى للفقراء، فجاءه شخص في شكل رجل في آخر الليل يأخذ من هذا التمر، فقبض عليه أبو هريرة فقال له: أنا مسكين وعندي عيال، اتركني. فرق عليه أبو هريرة فتركه، ثم في الليل ووعده أن لا يعود، ثم رجع في الليلة الثانية فعرض عليه نفس الكلام الذي قاله في الليلة الثانية، فأخذ عليه العهد أن لا يعود، فرجع في الليلة الثالثة، ثم تركه أبو هريرة. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الليلة الثالثة قال لأبي هريرة: اتركني وأعلمك شيئا ينفعك. وكان أبو هريرة من أحرص الناس على العلم كما تعلمون، فهو أكثر الصحابة رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ فقال له: زعم أنه يعلمني شيئاً ينفعني، وقال لي كذا وكذا وكذا. فقال: أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ إنك تخاطب شيطان. وقال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، يعني هذا المعلومة صحيحة. والشيطان قال عن تجربة، لأن من يقرأ آية الكرسي ويريد أن يقترب منه يجده محفوظاً بسبب قراءته لآية الكرسي. الشاهد هذا من هذا أننا نقبل الحق ممن جاء به خضعاناً للحق، إذا جاء أحد بحق وعليه دليل فنقبله منه، لكننا نرد باطله ولا نقبل الباطل الذي يأتي به أبداً. فانظروا إلى سيرة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وابن عباس كيف حاورهم وناظرهم ورجع منهم خلق كثير. وهذه الانحرافات تتكرر في كل زمن، تتكرر في كل زمن، أنه يأتي أناس يتشددون ويغلون، بل تجاوز الأمر أكبر من ذلك،
فإنه قد جاء رجل من اليهود اسمه عبد الله بن سبأ الحميري في زمن عثمان رضي الله عنه، وتظاهر بالإسلام وفتن بعض ضعاف العقول من المسلمين حتى صدقوا ترهاته، وكان ينشر بينهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه الخليفة من بعده، وأن لكل نبي وصي، فجاء بما يوجد، كما أن قال هارون وصي لموسى خلفه في قومه لما ذهب لميقات ربه، فصدقه بعض ضعاف العقول، وضعاف العقول والرعاع كثير في الأمم يتبعون كل ناعق، ولهذا ترون في الأمم من يعبد البقر ومن يعبد الحجر ومن يعبد الشجر ومن يذهب إلى الأموات والأضرحة ويتمسح بهم ويبكي عندهم ويدعوهم من دون الله عز وجل لضعف عقله وعدم فهمه. فهؤلاء الرعاع كثير جدا، فصدق هؤلاء الرعاع أن الله حل في علي رضي الله عنه، ولهذا لما خرج من بيته سجدوا له وقال ما لكم، لأنهم متقرر عند المسلمين أن السجود عبادة لا يكون إلا لله والعبادة لا تكون إلا لله. قالوا أنت. قال ومن أنا؟ قالوا أنت الله. فقال سبحان الله، أنا أكون الله وأنا أمشي في الأسواق وآكل الطعام، كيف أكون الله؟ فأصروا على هذه العقيدة الفاسدة، فأمر علي رضي الله عنه بخد الأخاديد وأشعل فيها النيران ورمى بهم في النار أحياء، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبر هذا خادم له، فرمى بهم في النار جميعا. ولم يبلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلما جاءه ابن عباس قال له، أخبره بهذا الحديث أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكنهم استحقوا القتل لردتهم عن الإسلام. وهذه الحادثة صحيحة وذكرها البخاري في صحيحه، وهذه الترهات والخلافات التي جاءوا بها والغلو في علي وآل بيته صار عليه أمة الرفض المنتشرة الآن كلهم يدندنون حول هذه الانحرافات والعياذ بالله. فهذه الانحرافات جاءت مبكرة لكنها محدودة، ولوضوح السنة ولوضوح الأدلة ولوجود الصحابة قمعت هذه الانحرافات في وقتها، فبقيت تسري في الأمة. ولهذا لا منجات من الانحرافات إلا بالرجوع إلى ما كان عليه الرعيل الأول. ثم الانحرافات في زمننا هذا زادت بكثير، ليست الانحرافات في مجرد المسلمين، بل استوردت انحرافات أخرى، كما أن أتباع عبد الله بن سبأ استوردوا انحرافاتهم من اليهود، الآن جاءت انحرافات جديدة، الآن جاءت الدعوة إلى القومية، جاءت الدعوة إلى العلمانية، جاءت الدعوة إلى الليبرالية، جاءت الدعوة إلى التنوير والعقلانية، كلها انحرافات يحتاج أن توزن بميزان الكتاب والسنة. ولذلك بعض من الناس لا يظن أن هذه الانحرافات مثل انحرافات الخوارج أو مثل انحرافات الرافضة، بل هي أخبث وأشد، لأن بعضها يشكك في ثوابت الدين ويشكك في مسلمات الدين. ولهذا من أراد أن يدعو المجتمعات إلى الوسطية فعليه أن ينتبه لكلا الأمرين، وسواء إفراط أو تفريط، سواء غلو أو جفاء، فإنه غالبا ما يأتي غلو إلا ويقابله جفاء، وما يأتي جفاء إلا ويقابله غلو، لأن الانحرافات تكون رد فعل لبعضها.
يكون هذا مثل ما حصل لما جاءت فرقة الخوارج، جاءت فرقة عكسية رد فعل لهم، تماما رد فعل لهم. فلما صار الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة جاء المرجئة وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قياس لا يمر، يعني ركبوا قاعدة بدعية من عند أنفسهم. قالوا القاعدة الثانية صحيحة، أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا صحيح لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن الإنسان إذا كفر ذهب عمله كله، صار هباء منثورا، فلا يقام لهم يوم القيامة وزنا. القاعدة الثانية أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه باطلة، لأنه قد ثبت أن بعض المسلمين يعذبون في نار جهنم، وتبين أن الذنوب تضر مع المسلم، وأنها مهلكات وموبقات، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وحذر من هذه الكبائر، وهم يقولون لا تضر. من أين لهم هذا؟ قياس عقلي. والقياس إذا كان في مقابل النص هو قياس فاسد. العصمة أن تعتصم بالدليل، كما أن أولئك فحصل ردة فعل مقابل هؤلاء تمام. وكذلك لما حصلت بدعة القدرية، والقدرية خرجوا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قد كبر في عقولهم، قد كبر في عقولهم أن الله يقدر الذنب على العبد ثم يعاقبه عليه، وقالوا إن العقل يقتضي أن يمنع الله العبد من الوقوع في المعصية، وهم بهذا يعارضون حكمة الله عز وجل. ولهذا قالوا: الله لا يعلم أن العبد سوف يقع في المعصية، ولو علم أنه سوف يقع في المعصية لوجب عليه أن يمنعه من المعصية. فأنكروا كتابة المقادير، وأنكروا علم الله عز وجل، وقالوا إن العبد يخلق فعله، لأنه من غير المعقول عندهم أن يخلق الله الشر ثم يعذب العبد عليه. ولهذا لما انتشر مذهبهم في العراق جاء بعض المسلمين فقابلوا كبار الصحابة الذين بقوا في آخر ذلك الوقت كابن عمر وغيره، وأخبروهم بهذه البدعة التي انتشرت عندهم. قال ابن عمر: أخبر أولئك أنني منهم براء، وأن هؤلاء لا يؤمنون حتى يؤمنوا بالقضاء والقدر. ثم ذكر لهم حديث جبريل المشهور: وتؤمن بالقضاء والقدر، أو تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فبين لهم أنهم إذا لم يؤمنوا بالقدر ويؤمنوا بعلم الله المحيط الشامل فإنهم لا يقبل منهم صرف ولا عدل، وأن إيمانهم قد بطل. فلما انتشرت هذه البدعة جاء ردة فعل عنيفة أخرى لها، وهي التي تسمى الجبرية. وهؤلاء الجبرية يقولون: العبد مجبور على فعله، ليس له قدرة ولا استطاعة، يعني أن الله كلفه ما لا يستطيع وأنه مجبور على فعله. وقالوا إن العبد كالريشة في الهواء يصرفه الله كيف يشاء، وبالتالي نسبوا هذه الأفعال إلى الله، وأن الله يعذب العبد على فعل هو مجبور عليه. أرأيتم كيف ردت الانحراف؟ مع أن الله عز وجل أمر العبد أن يعمل. ولما حصل نوع من الاستشكال عند الصحابة وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: هل الله كتب أهل الجنة وأهل النار بأسمائهم؟ قال: نعم، مكتوب عند الله عز وجل أهل الجنة بأسمائهم وأهل النار بأسمائهم. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟
قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، أنت مكلف بالعمل، سر القدر ما لك علاقة به، ولا تعلم أنت ما هو المكتوب، لا تعلم ما هو المكتوب، فعليك أن تعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكن على يقين أن الله لن يظلمك، الله عز وجل لن يظلم أحد، ولن يعاقبك على فعل لم تفعله، فكن على يقين من هذا وعليك بالعمل، واترك البحث في سر القدر ونحو ذلك. فهذه الفرق المنحرفة كانت موجودة في الأمة، وتقل أحياناً وتضعف أحياناً، لكن الله سبحانه وتعالى قيض لهم أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم أتباع الصحابة وأتباع التابعين، قيضهم الله عز وجل لهم بأنهم يبينون الحق وينشرون دين الله عز وجل ويردون الناس للكتاب والسنة، ولا زال هذا المنهج والحمد لله موجود ومنتشر، وييسر الله عز وجل لهم دعاة، وييسر الله عز وجل لهم علماء، وييسر الله عز وجل لهم حكومات، فهذا من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل أن هذا المنهج يسير في الطريق المستقيم، والطريق المستقيم هو طريق المؤمنين. ولهذا فإن الوسطية هي الاستقامة على الطريق المستقيم. ومن أهمية الطريق المستقيم أن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن ندعوه سبحانه وتعالى في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، لأهمية هذا الصراط المستقيم. ففي سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن، يدعو القارئ للفاتحة في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج له. ولهذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خط طريقا مستقيما، وخط من حوله خطوط أخر، فقال: هذا طريق الله الصراط المستقيم، هذا سبيل الله، وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه من شياطين الإنس وشياطين الجن. يعني هذه الانحرافات في الشياطين، فالبدع ما انتشرت إلا لوجود من ينشرها، والانحرافات ما انتشرت إلا لوجود من ينشرها، فكل سبيل منها عليه شيطان يدعو إليه. وأما الطريق المستقيم فهو طريق الله. ولهذا لما قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم النبيين وأتباع النبيين، غير المغضوب عليهم، والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى، وكل من شابه اليهود فهو من المغضوب عليهم، وكل من شابه النصارى فهو من الضالين. فالذي يشابه اليهود هو الذي يقع في الانحراف عن علم، لأنهم يعلمون الحق ومع هذا انحرفوا عنه، يعلمون الحق ومع هذا انحرفوا عنه. فكل من انحرف عن الطريق المستقيم وهو يعلمه فهذا فيه شبه من اليهود، وكل من انحرف عن الطريق المستقيم بجهله وضلاله وعدم علمه فهذا فيه شبه من النصارى. ولهذا لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة وسط بين الأمم، أراد أنها وسط بين أهل الانحراف الذي يقعون فيه عصياناً وهم يعلمون كاليهود، أو الذين يقعون فيه على جهل كالنصارى، وحذرنا من طريقتهم في غلوهم في البشر وفي اتخاذ القبور مساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم،
وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإن النصارى غلوا في ابن مريم فجعلوه ابنا لله، وجعلوه يستحق شيئا من العبادة بما أنه ابن لله عز وجل. فهذا من الإطراء، يعني مجاوزة الحد ورفعه إلى المنزلة التي هو فوقها، فهو مخلوق وهو عبد، وهم رفعوه عن منزلة العبودية إلى منزلة الإلهية. فلهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا المسلك في الغلو، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومع الأسف أنه وجد من بعض أبناء المسلمين من يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلواً فاحشاً، بل ويغلون في الأولياء غلواً فاحشاً. ولهذا انتشرت القبورية وانتشرت الأضرحة، ووجد من ينذر لهم، ووجد من يذبح لهم، ووجد من يستغيث بهم، ونحو ذلك مما هو مشهور عند كثير من أبناء المسلمين. بل إن بعضهم يجد من الخشوع والخشية عند حضوره عند قبر الولي ما لا يجده عندما يسجد في صلاته لرب العالمين، مما يقوم في قلبه من تعظيم هذا الولي وعبادته. فهذا فيه مشابه لليهود والنصارى. والرسول صلى الله عليه وسلم عند ما أدركته الوفاة وشعر أن أجله قريب كان يغطي وجهه بخميصة ثم يكشفها عن وجهه ويقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بأعدائهم في عباداتهم. ومن مع الأسف الشديد أن كثيراً من الناس أفعالهم ردات فعل، يعني يرون النصارى يحتفلون بمولد عيسى فيقولون والنصارى خير منا، لماذا لا نحتفل بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجهلون أن العبادات مبناها على الاتباع وليس مجرد اجتهادات وحسن نية، مبناها على الاتباع. فهل الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك؟ هل نحن أعظم تقديراً واحتراماً للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الصحابة ما مات عندهم أولياء؟ مات عندهم أولياء كثير، العشرة المبشرين بالجنة، أين أضرحتهم؟ أين قبورهم؟ ما كانوا يتعلقون بهذه البتة، ما كانوا يتعلقون بهذه القبورية، ولا يدعونهم ولا يستغيثون بهم، بل ما كانوا يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستغيثون به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاش بينهم وهو يذكر إبراهيم ونوح وموسى وأولي العزم من الرسل، وما استغاث بواحد منهم، ما استغاث بواحد منهم البتة. وقال لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا. فلذلك يأتي بعض الناس بعقولهم ويستدركون على الشريعة ويظنون ويقول هذا أردت الخير، يقول أنا أردت الخير، أردت أن أجمع الناس يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون سيرته ونحو ذلك. يقال له الناس والحمد لله يصلون على النبي في كل صلاة، في التشهد يصلون على النبي ويصلون على النبي في كل أذان، فلا يحتاج أن تأتي ببدعة جديدة لم يفعلها أهل القرون المفضلة وتظن أنك بهذا قد أحسنت. ولهذا من أراد أن يتمسك بالوسطية فعليه بما كان عليه صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء قد تلقوا العلم الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألونه عن كل ما يعرض لهم. ولا ننتفت للدعوات الهدامة التي تريد أن تهدم ديننا، فإن فيه هدامات تريد أن تزحزحنا عن الوسطية، دعوات هدامة خاصة مع ضغط الكفرة الآن، فإن الكفرة الآن
يحاولون محاصرة المسلمين تحت دعوى الإرهاب وتحت دعوى حقوق الإنسان وتحت دعوى الديمقراطية وتحت دعوى حقوق المرأة وغير ذلك من الدعاوي، وبعض من المسلمين ينخدع بهم ويظن أن ما يدعون إليه صواب ويغفل أن كل خير في اتباع من سلف. نعم، نرجع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وننظر كيف النظام السياسي، كيف فعل الخلفاء الراشدين، كيف تعامل مع المرأة، كيف تعامل مع الطفل، كيف تعامل مع الناس أجمعين، كيف تعامل مع المسلمين، كيف تعامل مع الكفار، كيف تعامل مع أهل الذمة، كيف تعامل مع المحاربين. وهديه يكفينا، وما في القرآن يكفينا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، التي هي أقوم الطريقة المستقيمة، التي هي أقوم طريقة. ألا نؤمن بكتاب الله عز وجل؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني ليس هناك طريقة أهدى من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نلتفت لا للشرق ولا للغرب ولا لأعداء الإسلام، ونحن عندنا أقوم طريق وأعدل طريق، والعصمة ثابتة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، العصمة من الضلال ثابتة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سرنا على طريقته. أما إن غفلنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغفلنا عن كتابنا والتفتنا ذات اليمين وذات الشمال، فإن هذا ابتعاد عن الوسطية، هذا ابتعاد عن الوسطية ودخول في الضلال والعياذ بالله. فانظروا ماذا يصنع أعداؤنا بنا، كيف يحسنون لنا القوانين الوضعية، كيف يحسنون لنا ويوهموننا أن الاقتصاد لا يقوم إلا على الربا، يوهموننا أن الاقتصاد لا يقوم إلا على الربا، ويوهموننا بأن السياحة لا تقوم إلا على كشف العورات واختلاط الرجال بالنساء، ويوهموننا بأن النفوس لا تنشرح إلا إذا يعني انطلقت في الأغاني والموسيقى ونحو ذلك. أنحن نتلقى مقرراتنا من أعدائنا؟ أين ذهبت عقول الناس؟ أنحن نتلقى ما يصلح مجتمعاتنا من أعدائنا، من الضالين، من المنحرفين، من الذين شهد له عليهم القرآن بالانحرافة، من الذين ندعو في صلاتنا في كل ركعة أن الله يجنبنا طريقهم، في كل ركعة نقول أن يجنبنا الله طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين في كل ركعة، ثم نلتفت إلى طريقهم ونحن عندنا الطريق الأقوى. فالواجب على المسلمين جميعا وعلى علماء المسلمين وعلى حكام المسلمين أن يتقوا الله في أنفسهم أولا، فإن من يهلك لا يضر إلا نفسه، ثم يتقي الله في من ولاه الله أمره، فإن من ولي أمر أحد من المسلمين وغشهم ومات وهو غاش لرعيته فإن الله عز وجل يطعمه من طينة الخبال، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان عليه أن يتقي الله في أسرته، عليه أن يتقي الله أولا في نفسه، ثم يتقي الله في أسرته ويحملهم على الوسطية، فلا يجنح بهم للغلو ولا يجنح بهم للتفريق، لأن بعض الجهلة إذا رأوا مثلا أن التطرف انتشر قالوا علاج التطرف أن تخفف من التدين، يقول علاج التطرف أن تخفف من التدين. إيش معنى هذا؟ يعني بدل ما أصلي خمس فروض أصلي ثلاث؟ إذا كانوا مثلا يقرون أربع أبواب من التوحيد أخليهم يقرون سطر واحد؟ هاي شو، انظروا لما يأتي التوجيه من جاهل لا يفقه شيء يقول إن التطرف انتشاره كثرة التدين، وقد خسي من قال ذلك، إن التطرف انتشاره الجهل بالتدين، الجهل بالتدين. أما كثرة العبادة ما حرفت الصحابة، من حرف أحد من الصحابة؟
لعلمكم الفرق التي حدثت من الخوارج وغيرهم ليس فيهم أحد من الصحابة، ولهذا ابن عباس لما جاء إلى الخوارج قالوا من أين أتيت ابن عباس؟ قال أتيتكم من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتيتكم من عندي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معكم منهم أحد. وهذا يدل أنه ليس هناك صحابي خارجي، وليس معكم منهم أحد. ولو كان الخوارج يعقلون ما معنى يعني الحق ما يفهمه إلا الخوارج، وصحابة الرسول جميعهم ما يفهمون الحق، وهو ينبههم إلى هذا، يقول أتيت من عند صحابة الرسول الذين تحملوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معكم منهم أحد. وكذلك أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي أهل الرفض ونحو ذلك ليس معهم أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان الصحابة يعرفون الغلو في أهل البيت، كانوا يحبونهم محبة محبة إيمانية ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد الصحابة يسمي بعضهم ولده بعلي وبحسين وبالحسن، ما عندهم ضد هؤلاء شيء. وتجد أهل البيت يسمون أولادهم بعمر وأبو بكر، وهذا منتشر في الأسماء. ارجعوا إلى تراجم الصحابة ترون هذا. ليس هناك كما يصوره أهل الرفض أن الصحابة فيهم يعني فيهم بينهم ضغينة أو بينهم حقد أو بينهم شيء من ذلك، وإن هذا إنما هو من اختراع أتباع عبد الله بن سبأ اليهود. فلا يليق بنا أن نبحث عن الوسطية عند أعدائنا، لا يليق بنا أن يلقننا أعداؤنا ما هي الوسطية التي نسير عليها. هم يعلموننا الوسطية التي نسير عليها، نحن الذين نعلمهم، نحن الذين ندعوهم إلى دين الله عز وجل. ومن الانهزامية النفسية أن يقول بعضنا إذا قابل الكفار إذا أتوا بشيء قال نحن سبقناكم، والذي سبق نحن هذا وحي من الله عز وجل، يقول نحن سبقناكم يعني معاشر المسلمين سبقناكم 14 قرنا إذا دعوا إلى شيء من حقوق الإنسان، ونحن سبقناكم 14 قرن، نحن ما سبقنا، نحن ما جينا بشيء من عندنا، هذا وحي من الله عز وجل. ثم يعني هم الآن وصلوا إلى المرحلة الممتازة، هذا الكلام يؤدي إلى هذا، وهم يعيشون في حياة بهيمية فيها انتهاك لحقوق الإنسان. فبدلا من ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ونبين لهم ما عندنا من الحق، فإن أسلموا فذلك فضل من الله، وإن كفروا فمع سبيل الكافرين، وأكثر من في الأرض هم أهل الكفر لا شك في ذلك. لكن لا ينبغي أن يصيبنا الانهزام النفسي بحيث نظن أن ديننا فيه قصور، وأن ديننا لا يناسب هذه الأزمنة، وأن ما عند الكفار أهدى سبيلا، فإن هذا معارض لقطعية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. هذا ما أردت أن أشير إليه في هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم سبيل عباده المهتدين، وأن يبصرنا بالحق، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يحول بيننا وبين الوقوع في الشرك والكفر والبدعة والنفاق وسائر الذنوب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً.